أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الحالمة، حلقة فيها الكثير من التفاصيل حول أهم القضايا في المدينة بالإضافة إلى قصص نجاح وبصمات جديدة. أهلا بكم وين التفاصيل. ثمان سنوات مضت وقضية الجرحى لم تحل بعد، يعانون كثيرا بفعل جراحهم وأيضا نتيجة الإهمال والخذلان من قبل الحكومة والجهات المعنية. يقولون إنهم محرومون من حقهم في العلاج والرعاية الصحية رغم كل المناشدات التي تقدموا بها طوال السنوات الماضية. يتضاعف هذا الأمر كثيرا مع إعلان اللجنة الطبية مطلع الشهر الماضي توقفها عن العمل نتيجة غياب الدعم. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نناقشها في هذه الفقرة. تراكمت عليهم المعاناة وذاقوا المر طوال السنوات الماضية بهكذا حال يبدو جرحى تعز من المدنيين والعسكريين في الداخل والخارج. في كل مرة ترصدهم الكاميرات لتنقل معاناتهم التي تغيب عن أعين الحكومة والجهات المعنية المتقاعسة عن توفير أقل احتياجاتهم. محمد قمر هو واحد من الجرحى الذين يشكون تداعيات الإهمال، فرغم حصوله على هذا الكشك للعمل عليه ولإعالة نفسه وأسرته إلا أن ذلك ليس كافيا بالنسبة لوضعه، فهو ما يزال بحاجة لمبالغ كبيرة يدفعها ثمنا لأدويته بعدما أصبح لا يجد أي دعم طبي من قبل اللجنة الطبية أو الحكومة. نظرا للإهمال الحكومي الحاد تجاه الجرحى وأسر الشهداء تجاه تعز جرحى ومقاومة، اضطرينا لفتح هذا الكشك كمشروع تمكين ضمن مشاريع معهد احتراف. الحكومة والدولة تركت الجرحى كملف منسي ورقصت على أناتهم ومعاناتهم، ولا يوجد أي ميزانية لعلاج الجرحى. مؤسف للغاية، سواء الجرحى في القاهرة أو الجرحى في الأردن الذي سافروا على حساب منظمات، الجرحى في الأردن سافروا على حساب منظمات وتبقى على الحكومة فقط أن تعطيهم مصاريف، ورفضت الحكومة أنت تثبت موازنة لذلك. كذلك جرحى تعز بالأرياف في صبير وجبل حبشي والمسراق والصلو و بالشمايتين، جرح الأرياف بالأرياف بشكل عام إذا يريد يستلم راتبه أو مستلزمات طبية أو مقابلة علاج يريد موازنة لذلك، بينما الحكومة ما وفرت لهم سكن داخل المدينة ولا متوفر لهم أبسط الحقوق. يتشارك قمر وبقية الجرحى ذات المصير من الإهمال منذ سنوات، وهو ما دفع اللجنة الطبية لجرحى تعز لعقد مؤتمر صحفي مطلع ديسمبر أعلنت فيه تعليق أنشطتها في الداخل والخارج في ظل عدم توافر أي دعم حكومي أو مادي يمكنها من تقديم خدماتها الطبية. جرحى الداخل هنا الآن نحن وأوقفنا عن الإجراء الطبية وعلقنا عمل اللجنة نظرا لعدم إرسال أي مبالغ لا من لجنة مارب ولا من الحكومة ولا من السلطة المحلية. جرحى تعز في الداخل وفي الخارج يعانون أشد المعاناة بسبب الإهمال من قبل المسؤولين عن ملف الجرحى، من قبل القيادات، من قبل الشرعية عن هذا الملف الشائك الذي يدمي القلب. جرحى تعز في الخارج في مصر في الهند، جرحى تعز في الداخل، كل جميع الجرحى في الداخل والخارج لا 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 يحصلون على أبسط حقوقهم سواء الصحية الرعاية الصحية أو غير ذلك. الآن جرحى تعز في مصر يتألمون وقد فعلوا وقف احتجاجية هناك بسبب عدم وصول المصاريف، عدم العلاجات، عدم وجود أي خدمة لهم هناك. اللجنة الطبية العسكرية لجرحى معروفة تعز قبل أسبوعين تقريبا أصدرت بيان بافتقارها لأي مبالغ مالية بسبب عدم وجود لها أي ميزانية، يعني أخلت مسؤوليتها وتناشد الشرعية، تناشد المجلس الرئاسي، تناشد وزارة الدفاع، وأيضا فعلت قبل أيام مؤتمر صحفي بهذا الكلام، وكل ذلك لا يحرك ساكنا أمام قيادتنا الشرعية.
إعلان التوقف يأتي بعد تظاهرات ومطالبات عديدة نفذها الجرحى خلال السنوات الماضية، ورغم ما قدموه من تضحيات كبيرة من أجل الدفاع عن تعز والوطن، يقول الجرحى إنهم لم يجدوا من يدافع عن حقوقهم اليوم أو ما يخفف من معاناتهم في ظل غياب الأدوار الحكومية والجهات المعنية التي خذلتهم. فما هي أسباب هذا الإهمال والخذلان؟ وإلى أين تتجه معاناتهم وقد أصبحوا لا يجدون أي جهة تخفف من أوجاعهم أو آيات تطبب جراحهم؟ وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الناطق الإعلامي باسم اللجنة الطبية لجرحى محور تعز الأستاذ عبد الملك السامعي. أهلا بك معنا أستاذ. أهلا وسهلا. دعنا نتحدث من البداية وتأسيس اللجنة الطبية لجرحى محور تعز، كيف تصف نشاط اللجنة طوال الأعوام الماضية؟ منذ تأسيس اللجنة الطبية العسكرية في 2018 شهر 8 تماما لم يكن لها مرصود أي ميزانية حتى تقوم بعملها، لكن استطاعت من خلال المتابعة والإرسال المذكرات والمطالبات. نعم. وكان هناك توجيهات رئاسية وحكومية برفض اللجنة بمبالغ مالية. نعم. واستمر العمل طوال هذه الفترة بتطبيب الجرحى في الداخل وتصفير الجرحى إلى الخارج وعلاجهم رغم الميزانية القليلة التي كانت لا تفي، ولكن كانت تمشي الأمور بشكل لا بأس به إلا أن كان ينقصنا الميزانية الكافية، كانت ميزانية غير كافية، وكان تحصل هناك ترددات أو فترات تنشط فيها اللجنة وفترات يضعف العمل فيها نتيجة لعدم وجود مبالغ مالية. لو نتحدث بلغة الأرقام، كم عدد الجرحى إجمالا في تعز وعدد الجرحى الذين تم رعايتهم من قبل اللجنة؟ بالنسبة لهذا السؤال، حسب إحصائيات المستشفيات الميدانية جرحى تعز أكثر من 20,000 جريح، إلى ربما يصل إلى 24,000 جريح. هؤلاء الجرحى اللي وقيتهم المستشفيات الميدانية أثناء إصابتهم في أثناء الحرب. نعم. وبعضهم قد رجع إلى الجبهات ورجع إلى عمله وشفي تماما، والبعض الآخر ما زال جريح. نحن في اللجنة الطبية العسكرية في لدينا ملفات وقاعدة بيانات الجرحى ما يقارب أكثر من 3500 جريح مقيد لدينا بقاعدة بيانات منتظمة مفصلة تفصيلا دقيقا. بالنسبة لعدد الجرحى الذين تم علاجهم، عدد الجرحى كثير بالمئات، لا نستطيع نحصرهم الآن، لكن بالمئات تم معالجتهم سواء في الداخل أو في الخارج. الخارج كذلك تم إرسال المئات من الجرحى ومعالجتهم سواء في مصر أو الأردن أو تركيا أو الهند، كثير من الجرحى تم معالجتهم وما زلنا نعاني في الداخل. نعم. الآن نعم، على ذكر هذه المعاناة، أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتموها كلجنة طبية في تقديم الرعاية العلاجية لجرحى تعز سواء في الداخل أو الخارج؟ أبرز التحديات أو تقول المعوقات أو المشكلة الكبرى هي عدم ثبوت أو وجود ميزانية سنوية للجنة. نعم، وهذا ربما السبب الذي أدى إلى توقف عمل اللجنة الطبية؟ نعم، هو عدم سبب وجود ميزانية سنوية للجنة الطبية أدى إلى توقف وتعليق اللجنة لأعمالها، لأنه انتهت لدينا كل المبالغ. كانت هناك مبالغ تأتينا من لجنة مارب، وكما قيل لنا أن لجنة مارب أوقف الدعم عنها. نعم. فهي أوقفت الدعم علينا ونحن لا نوجد لنا أي مصدر دخل سوى مبالغ بسيطة من المحور أو التأمين الصحي. هذه المبالغ يعني ما سبب غياب أو عدم توفر هذا الدعم الحكومي للجنة؟ هذا السبب السؤال يقال للدولة، لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزراء، لماذا الإهمال والخذلان لجرحى تعز؟ أما نحن كلجنة طبية عسكرية، نحن تابعنا المحور ورفعنا شكوانا إلى المحور ومطالب لجنة تعز ومطالب الجرحى. محور تعز من قام بتحرير مذكرات إلى الرئاسة وإلى الحكومة وإلى وزير الدفاع وإلى السلطة المحلية كذلك. السلطة المحلية قالوا أنه حرروا مذكرة إلى الرئاسة، والآن وصلنا أخبار أنه الآن ربما في دعم عن طريق للجرحى الخارج عن طريق الملحقية الطبية في السفارة اليمنية في القاهرة. نعم. ولدينا في القاهرة، نحن لدينا في القاهرة ما يقارب 30 جريحا في الخارج، يعني بشكل عام 30 جريحا منهم 19 جريحا في القاهرة. نعم. فإذا كان الدعم عن طريق الملحقية في القاهرة، كيف سنفعل الجرحى في الأردن والجرحى في الهند؟
نظرا للمجهود الذي بذله لهذه الشرعية ولهذه الدولة. لكن يعني الحد الأدنى من المطالب هي العلاج، يعني هذا كحد أدنى بالنسبة وهذا لا يتوفر. أيوة بالنسبة للعلاج نحن نقوم به حسب إمكانية اللجنة وحسب المبالغ التي تأتينا سواء من المحور أو من أي جهة أخرى نقوم بهم على أكمل وجه. لكن إذا انقطع علينا هذا الدعم ماذا نصنع؟ نفعل الجانب المطالبات وجانب يعني تصريحات صحفية ومؤتمر صحفي. ما هي هذه المطالبات والمناشدات يعني التي تقدمتم بها سواء للحكومة أو الجهات المسؤولة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجهة؟ نحن طالبنا بمذكرات وبيان الصحفية ومؤتمر صحفية بتثبيت الميزانية سنوية للجنة الطبية. هذه الميزانية السنوية إذا لدينا مبلغ مخصص محدد برقم معين سنويا نحن سنستطيع نضبط العملية في الداخل والخارج. كيف كانت ونستطيع ردود نعمل الفعل برنامج داخلي وخارجي. كيف كانت ردود الفعل والتفاعلات التي تلقيتموها؟ والله أبلغنا أن هناك وعود والوعود الآن لم ترى النور في اللجنة في تعز، لكن كما ذكرت لكم أن هناك في وعود وأخبار تفاصيل أنهم سيأتي الدعم لجرحى الخارج في القاهرة فقط عن طريق الملحقية الطبية في السفارة اليمنية، وهذا شيء طيب. لكن اللجنة ليس مقتصرة على جرحى مصر، في معنا جرحى في الأردن، في معنا جرحى في الهند كما ذكرت لكم، وفي معنا حالات مستعصية تحتاج إلى سفر إلى ألمانيا. نعم. هؤلاء لابد لهم ميزانية مخصصة للجنة الطبية في الداخل. حتى الآن نحن معنا ما يقارب 50 جريحا هؤلاء ينتظرون موعد سفرهم إلى الخارج لأنه لم تستطع المستشفيات الداخلية عمل لهم شيء. معنا حالات أنزلناهم إلى عدن، هنا كون المستشفى العسكري عجزت والمستشفيات الخاصة عجزت عن علاج هذا الجريح، جريح تخيلي بكلية واحدة، جريح مشلول. نعم معاناة كبيرة. نعم يحتاج إلى سفر عاجل، نحن عاجزون عن سفر. إذن ما هي الإجراءات والترتيبات اللازمة لإعادة تفعيل نشاط اللجنة الطبية وبالتالي استمرار تقديم الدعم الصحي للجرحى؟ الإجراءات اللازمة هو تمويلنا بأي مبلغ إسعافي عاجل الآن حتى نعيد الفتح. فإذا وجد مبلغ إسعافي بنفتح مباشرة اللجنة لإبداء ترتيب واستئناف العمل، عمل اللجنة الطبية في معالجة الجرحى سواء في الداخل أو الخارج. الترتيبات هو متابعة المحور والسلطة المحلية، مبلغ إسعافي نفتح العمل مباشرة. نعم الأستاذ عبد الملك السامع نطق الإعلامي باسم اللجنة الطبية لجرحى محور تعز، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. بدعم من فاعلي الخير نفذت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بتعز مشروع عمليات العيون الذي استهدف أكثر من 300 مريضا من فئة المحتاجين ومنهم بحاجة إلى تدخلات طبية عاجلة. تفاصيل أكثر في هذه. لعيونهم نور مشروع جديد ونموذج للتضامن الإنساني والمسؤولية الاجتماعية تنفذه جمعية الحكمة بتعز، وتستهدف من خلاله نحو 300 من مرضى العيون بتعز الذين يصفون هنا أمام إحدى المراكز الطبية المتخصصة. والحاج أحمد غالب واحد منهم يقول إنه كان بحاجة ماسة لهذا التدخل الطبي بسبب تدهور نظره يوما تلو الآخر. جابني النظر حقي وشوش، يعني غمض قاهي الآن أمورك إنها أسود، وإن يعني قالوا فاعل خير يعمل عملية النظر مجانا، وإحنا الفقر ندير عند لهنا والله تعالى توفق العامل الذي يعمل بالخير. النظري أن أنا ما أشوف اللي كنت أشوف من أول، ولا شو قدر مني في سنة علي بعيد عني عن كيلو ونص أو 2 كيلو، ما أستوى شو مني شو منه ما تمني أسمعية. الحاجة الماسة عند المرضى لهذا التدخل الطبي المجاني دفعهم للتوافد مبكراً إلى هذا المركز لإجراء الفحوصات اللازمة والوقوف على حالتهم وتشخيصها، فهم يعانون من مختلف أمراض العيون ولم يكونوا قادرين على تحسين حالتهم بسبب النقص في الخدمات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية والعمليات المتخصصة في معظم عيادات ومراكز العيون في المدينة. مشروع عملية العيون لعيونهم نور
يأتي بتبرع كريم من الإخوة فاعلي خير سباق الخير ستة جزاهم الله خير، وهذا المشروع بواسطة لجنة العالم العربي في جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت، وتنفذ هذا المشروع جمعية الحكمة اليمانية الخيرية. اخترنا مرضى العيون لكثر هذه الحالات التي في الشعب اليمني، ثم أن أثرها مباشر يستفيد المريض منها مباشرة بعد إجراء العملية ويحس بالأثر الذي يراه بعينه. يعد هذا المشروع من المشاريع الهامة في ظل الإمكانيات السيئة، سواء على الجانب الاقتصادي للمرضى أو الجانب الطبي في المراكز الحكومية بفعل الحرب والحصار، حيث يواجه الكثير من المرضى صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة لأمراض العيون أو غيرها من الأمراض التي يأمل المرضى أن تكون هنالك بصمات مجتمعية جديدة مستقبلاً تقدم لهم مثل هكذا خدمات طبية تخفف عليهم تكاليف باهظة يدفعونها للعيادات والمراكز المتخصصة. عمل في مهن كثيرة أثناء دراسته وشق طريق نجاحه من الصفر حتى أصبح يدير مشروعه الخاص الذي بات واحداً من المشاريع الرائدة في مجال الدعاية والإعلان بتعز. قصة وهيب المغنس كاملة في هذه الفقرة. قبل اندلاع الحرب كان وهيب أحد العاملين في صحيفة أخبار اليوم، يعمل على توزيع الصحيفة في مختلف مناطق المدينة. لقد كانت الحرب التي أوقفت الكثير من المهن والأعمال فرصة جديدة لوهيب للدخول نحو مجال آخر مرتبطا بالدعاية والإعلان. كنت طالب في جامعة تعز وموزع تبع صحيفة أخبار اليوم. حتى بداية حرب 2014 توقف صحيفة أخبار اليوم. رجعت إلى كان عندي دكان صغير يعني سكن لي، رجعت إلى الدكان اشتريت طابع صغير وكنت أطبع فيه يعني طلاب ملازم أوراق كذا، ومن ثم كانوا يجوا عملاء عندي يطلبوا هذه الإعلانات، يطلبوا التصاميم، يطلبوا كذا. بدينا استقبل عمل بسيطة، اشتريت لابتوب صغير بديت اشتغلت تصاميم لبعض العملاء من أيام الثانوية العامة. كان هوايتي التصاميم هذه والرسم، كنت مميز بهذه الحاجة. بعدين لما كنت أدرس جامعة تعز دائرة أعمال كان يعني هذا التوزيع مقابل مصاريف شخصية بس. من لما نتوقف عن صحيفة أخبار اليوم رجعنا نلقى العمل بالطابعة صغيرة، عملت على الشراء طابعة صغير وبديت أشتغل به طلاب ولا بس العملاء الباقيين. اليوم لدى وهيب فريق كامل يعمل تحت إدارته، وبات واحداً من أبرز شباب المدينة المبدعين باعتباره من رواد الأعمال في مجال الدعاية والإعلان الذين كانوا قادرين على العمل وإدارة مشاريعهم بنجاح في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان وانعدام فرص العمل وسط الشباب. بدأت تستقبل يعني شفتوا انه في زبائن يجوا عملاء يطلبوا هذه التصاميم البنارات والخطومات كذا، وبدأت اشتغل تصاميم فقط اصمم بالمحل عندي واطبع خارج المحل، عملت على شراء طابعة كبير طبعا وانفذ بالطابعة. شفت انه في يعني فارق كبير لما يكون حقك غير لما تكون تطبع برا، يعني الفوائد كان اكبر. أثثت المحل، أثثت على الناس تجهيز وبقية احتياج. فكرت بحاجة بعد الطابعة الورشة يعني متطلبات الدعاء والإعلام بشكل عام، فكرت في حاجة مكائن، في حاجة كذا نزلناهم فيما بعد.
وفرنا متطلبات الدعاية والإعلام بشكل عام، كل احتياجات الدعاية والإعلام، عن أفكار جديدة، تصاميم جديدة. طبعا في خدمة عندنا لحد الآن، يعني في بعض العملاء مش عارفين في به، مثل الحروف هذه البارزة، وبشكل جمالي لمحافظة تعز، يعني بشكل جمالي للمنطقة أو للشارع، يعني حاجة حلوة وسعر مناسب. سخر كل الظروف للدخول في مشروعه الخاص ليبرز بنفسه بعدها من بين تحديات كثيرة، بدايته ملهمة لكثيرين، وقصة نجاحه باتت تمثل واحدة من أبرز قصص النجاح في المدينة في مجال الدعاية والإعلان، مثل التصميمات المتميزة والأفكار الإبداعية التي تجذب انتباه الجمهور. بهذه الفقرة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، يتجدد اللقاء معكم في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.